استعدوا أيها الأردنيين للحدث الكبير القادم، فالتحذيرات تأتي من كل مكان، والأمر الذي سيحصل سيجعل الحياة تتوقف تقريباً وسيؤثر على حياة الشعب الأردني بأكمله. وقد تتدخل جهات دولية لمحاولة السيطرة على الموقف المتدهور. يبدو أن الأردن مقبل على أحداث مهمة وكبيرة في الساعات والأيام القادمة، ولاسيما في مناطق الجنوب التي بحسب التوقعات ستشهد الحدث الرئيسي الأكبر من هذه التطورات. فقد نوه طقس العرب إلى وجود سحب رقمية تترافق بأمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالرعد أحياناً، تؤثر على أجزاء من جنوب المملكة وستشمل مدينة معان والقويرة ووادي رم. وأكدت الجهات المختصة أن الأردن سيتأثر بأحوال جوية غير مستقرة كجزء من تأثر المنطقة بحالة ماطرة إقليمية تشمل الدول الخليجية وبلاد الشام بشدة متفاوتة. ونوهت إلى وجود احتمالات عالية لتساقط زخات متفرقة من الأمطار خاصة في جنوب شرق الأردن، وقد تصحب بالرعد أحياناً وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة، فيما من المتوقع أن تزداد الأجواء غير المستقرة. وأشارت توقعات طقس العرب إلى تجدد فرص الأمطار خاصة في مناطق متفرقة من المملكة، قد تصحب بالرعد أحياناً وتكون غزيرة في بعض المناطق الجنوبية، مما ترفع من فرص تشكل السيول وجريان الأودية. ومن المرجح تزايد حدة الأحوال الجوية غير المستقرة في الأردن خلال الساعات القادمة، حيث قد تصحب زخات الأمطار الرعدية بتساقط زخات البرد، ما يزيد من فرص تشكل السيول والسيول المنقولة وجريان الأودية. وحذر طقس العرب مرضى الجهاز التنفسي والعيون نتيجة لارتفاع تركيز الغبار في الأجواء، كما نبه من تشكل السيول والسيول المنقولة والانتباه من تساقط زخات البرد الكثيفة في بعض المناطق. هذا وشهدت معظم مناطق المملكة الجنوبية هطولات غزيرة للأمطار في منطقة أذرح في محافظة معان، وتشكل السيول بين الديسة ووادي رم لواء القويرة. ورغم أن كثيرا من الأردنيين كانوا ينتظرونه طول المطر هذا بفارغ الصبر من أجل إعادة ملء السدود وتعويض كميات المياه التي يعتمد عليها الأردنيين في الشرب والزراعة، لأنه هناك مخاوف كبيرة من تكرار مشاهد السيول الكبيرة التي تسببت في مآس واسعة في بعض الدول العربية وخصوصا في دول الخليج، والتي على الرغم من امتلاكها إمكانيات وبنية تحتية متقدمة لكنها لم تستطع أن تتعامل مع الكميات التاريخية غير المسبوقة التي هطلت عليها، كما حدث في دولة الإمارات وسلطنة عمان على سبيل المثال. ويخشى البعض أنه لولا قدر الله تكررت مثل هذه المشاهد في الأردن، فقد تضطر الحكومة لطلب المساعدة من الدول الخارجية إذا خرجت الأمور عن السيطرة.